بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب إن شاء الله مصر ترجع أحسن وأعظم مما كان. النهاردة هنبدأ نتكلم على معبد. زي ما بقول لحضراتكم إنه معبد مهم جدا وكبير جدا وبيهم ناس كتير أوي مننا، وعلشان كده يمكن هنعمله على أكتر من فيديو. معبد إدفو. إدفو على الضفة الغربية للنيل، 105 كيلو شمال أسوان، 132 كيلو جنوب الأقصر، 52 كيلو جنوب إسنا، عاصمة المقاطعة 2 من مقاطعات مصر العليا. معبود الرئيسي كان حورس البحدتي. الإقليم الثاني اللي هي بتقع في المدينة كان اسمه في النصوص المصرية أوسس حر، وظهر للمرة دي في الدولة القديمة، وهو أحد مراكز التجارة الهامة. اسم المدينة في النصوص بشكل عام كان جيباوو، في القبطي إيتيبو، في العربي إدفو. في العصر اليوناني الروماني اطلق عليها في النصوص ابولونوبوليس ماجنا، مدينه ابولو الكبيره، تمييزا عن ابولونوبوليس بارفا اللي هي مدينه اوس. مدينه ادفو لقينا كمان على التل الناحيه الشرقيه من التل مقبره من الدوله القديمه، يمكن عندنا الصور اللي هي زي مقبره بيبي نفر مثلا او مقابر من الدوله القديمه. المعبد فيه ميزه مهمه قوي، اكمل المعابد البطلميه، وهو النموذج الوحيد لمعبد بطلمي دون اي اضافات رومانيه. الجزء ده مهم قوي ان احنا نتكلم عليه، لان ربما ان الكهنه كانوا يرغبوا في الحفاظ على قدسيه المكان في العصر الروماني كمركز لعباده حورس، وان العصر الروماني كانت مصر ولايه تبع روما، فكنت حاله قلق عندي ان انا ازاي يحكم الامبراطور الروماني مصر من خارجها. ماريت هو اول واحد قام بالحفاير هناك، عمل نظف مارية التل الغربي من التل، اتعاون معاه بعد كده اشتغل المعهد الفرنسي، بعد كده البعثة المصرية اشتغلت في المكان. اهم حاجة بعد كده بنتكلم عليها ان المعبد التل وجدت اثار من العصر الفرعوني. قدام المعبد هنلاقي المكان اللي متجمعة فيه الاثار دي ومرمية على الارض، منها اثار هتلاقي عليها اسم بسماتيك، هتلاقي خرطوش رمسيس الثاني، ما تتخضوش، رمسيس الثاني وجوده في داخل المعبد ما هواش قضية كبيرة تخض قوي، لان رمسيس زي ما احنا عارفين او اضافات الدولة الحديثة والاهتمام بحورس. المهم عندي دلوقتي ان احنا هنتنقل لجزئية مهمة جدا تخص المعبد، وهي الثالوث بتاع المعبد. الثالوث بتاع حورس البحديتي، وده الشهير بتاعي، صقر بتاج مزدوج، وهو الاله اللي كان مركز عبادته زي ما قالت نصوص تحتمس الثالث، كان المقاطعه 17 من مقاطعات مصر السفلى اللي هي منطقه تل البلمون، لاول مره ذكرت في نصوص تحتمس الثالث ولقيناها في قوائم إدفو. كان معاه حور اللي بتيجي تعمل له الزياره المقدسه والزواج المقدس اللي هنتفرج عليه، وابنهم كان حور سيمتاوي. المعبد بيقع تخطيطه على جنوب شمال، نفس التصميم المعماري المعتاد في معابد مصر العليا في العصرين البطلمي الروماني. المعبد على خط مستقيم 137 متر من مدخله لغايه قدس الاقداس، عرضه 47 متر. المعبد بيحيط به سور من الطوب اللبن، وده معتاد جدا عندي في المعابد المصريه، ربما من ناحيه الفيضان والحمايه من الفيضان. البعض التاني بيقول بالفكره الدينيه اللي بتقول انه ربما يكون بيمثل الطوب اللبن هو الكون، بمعنى ان الاله الخالق لما خرج من الميه الازليه، حوالين الميه الازليه كان في طوب لبن، فربما ان بقاؤه ان احاطه المعبد بصور طوب لبن يعني ان المعبد يمثل المكان الاول او التل الازلي الذي خرج منه الاله الخالق. المعبد اغلب عناصر المعماريه موجوده، وان كانت الاشارات بتقول ان ربما كان في مسلات بتتقدمه، كما كان في مجموعه من المقاصير في اعلى البوابة الجنوبية مثلا اللي احنا بنشوفها واحنا داخلين، بنلاقي عليها بقايا مناظر، طبعا هي مجاورة للمميز اللي هناخده في نهاية المعبد. بنلاقي ما عليها مجموعة من المناظر بالذات لبطلميوس الثامن، هنلاقي مناظر كتير جدا منها ليه مع حورس البحدتي ومع حتحور، والتقدمات ربما كانت بتحيط وتقفل عندي المنطقة الجنوبية بالكامل للمعبد، يعني تقدمات الخرطيش الفاضية والخرطوش المليان دايما هنتكلم عليه وهيبان عندي كتير في إدفو. تمثيل للملك هو بيقدم القرابين أو بيقدم الإشارات أو الرموز للإله، الملك هو بيقدم مجموعة من القرابين أو بيفتتح شيء أمام حورس. كل دي على الجزء الخارجي اللي قلنا عليه البوابة الجنوبية أو الجزء الجنوبي من المعبد اللي بيسبق الصرح. الصرح بخن، برجين يمثل علامة الآخت، يمثل مدخل علم أزيل، زي كتير من الكلام اللي بيتقال. برجين الفتحات الفسريات، أعلام في الاحتفالات. مناظر الصرح بتتقسم لأجزاء، المنظر أو التوب ماستر أو السين ماستر بتاعه في الصرح بيمثل الملك يضرب أعداء، بيبقى معاه مناظر فوق والمناظر السفلية، دي مناظر تقدمات ومناظر عبادة للآلهة. مثلا بلاقي هنا الملك وبيحرق البخور قدام حورس وحتحور، ده منظر صريح جدا، ده بيبقى في الريجستر العلوي خالص فوق معاه او في الريجستر السفلي، لكن المنظر الاساسي دايما بقول لحضرتك في المنتصف. زي هنا الاقي الملك بالتاج الاحمر قصاد حورس والشو
وجب وممثل حرس ابن يزيس والجحوتي ومعتي تمثيل ربة العدالة ممثلين عنه. كل المناصب دي بطليموس 12 بالمناسبة تقدمت البخور وحرقه أمام الثالوث المقدس للمعبد. شايفين حضراتكم أنا بتكلم فوق وبتكلم تحت، المناظر ماشية عندي هنا بشكل تمام وصريح. الجزء ده بلاقي عندي كمان المناظر كلها تلاحظوا فيها ملامح الجسم حلوة للملك وهو بيضرب الملك وبيقدم القرابين. ادي المنظر الرئيسي، الملك بيضرب الاعداء قدام حرس اللي اطول من حتحول اللي هو فراه، الملك وراه الكاب بتاعته هنا بطليموس 12 برضو بالمناسبه، وقدام الملك موجود اله صغير اللي هو الاله حا رب الصحراء الغربيه كانه بيمسك سكينه وبيقدمها، لان ضرب الاعداء هنا كان بيتم بالانتصار على اعداء مصر من حدودها الغربيه. من الصرح بندخل للفناء المفتوح. الفناء المفتوح 32 عمود في جوانبه الثلاثة جنوب وغرب وشرق. الجانب الشمالي في تمثالين لحرس البحديدي فاضل منهم واحد. بيبدأ بقى الجانب على يمين الداخل، أول ما حضرتك تدخل بيقابلك حدوتة من أجمل الحواديت اللي في الدنيا، حتحور بتطلع من دندرة بتسيب معبدها بتطلع لإدفه عشان تعمل الزواج المقدس ليه حورس. اللقاء الجميل، المناظر اللي بتعدي قدامنا دلوقتي بنشوف فيها ازاي بتوصل للمركب، مركب حتحور بالرأس بتاعتها ورأس الصقر اللي هو مركب حورس. لقاء بيتم، الكهنة بيقابلوهم، عملية التدشين بتاعة المراكب وربطهم مع بعض بتتم، عملية الربط هو ريجستر السفلي كله لو حضراتكم متابعين. بتبدأ المراكب تدخل لغاية ما بيتم اللقاء الحميمي الجميل ما بين، او يسموه اللقاء الجميل ما بين حتحور وحورس، وحتى ملوك الاسلاف بيتحركوا والملك بيجري كانه واحد من الكهنه، ويتكتب نص الزفاف المقدس وحاملات السيستروم من كاهنات حتحور بيمشوا معايا وهم بيقدموا القرابين بتاعتها وبيقدموا الهدايا. على الجانب المقابل بيجي اللي هو بيبقى بالنسبه لنا شمال الداخل، بتبقى رحله العوده في اتجاه المعبد بتاع دندره. هنلاحظ هنا استاذ حضرتك الاتجاهات، لان الاتجاهات عندي مربوطه بالعيد ومكان معبد دندره لما شرحناه اللي هي حنيه او تانيه هنا اللي عملت لي المشاكل بتاعت اتجاهات المعبد من الشرق يساوي الشمال والغرب يساوي الجنوب. هلاحظ هنا على بقية الجدران كلها من أعلى المناظر اللي بتمثل الملك وهو مع الأرباب المختلفين والخراطيش الفاضية. الخراطيش الفاضية أحيانا لما بتظهر قدامي كانت بتمثل عندي إما فترة التراب إما تعبير عن منظر للإله شو، لأن الخرطوش كان يرتبط بشو، وقلت إن في إدفه هنلاقي يمكن ظاهر قدامي هنا خرطوش كامل، خلاص ما عنديش مشكلة للملك قدام حورس. الملك بيطعن أو بيضرب أحد الرموز بتاعة ست، بيضرب بالسيستروم أمام حورس البحديتي. كل المناظر دي على الجدران بتاعة بقية الفناء المفتوح بالكامل علشان يمثل الملك كأنه بيمهد عملية دخوله إلى الفناء او الى صالة الاعمدة الاولى او الاسخة قاعد. هنا الملك مثلا بيتلقى من حورس او بيقدم لحورس الاعياد. هنا هتلاحظوا حضراتكم الملك وحورس علاقة مباشرة، بيقدم حاجات لحورس وبيتلقاها من التقدمة والتلقي من حورس امر طبيعي جدا، لان الملك وحورس بيمثلوا شخصية او كينونة واحدة. عشان كده هنلاقي دايما المناظر بتختلف بها اتجاه، كأنه بيماثل المنظر اللي بنشوفه في دندرة لما حتحور قالت ان ابنها بطليموس 15 قيصرون بيمثل عملية التتابع او الحكم الملكي الكامل. البوابات او الفتحات اللي بتؤدي الى خارج المعبد، الملك بيقدم اساسات المعبد الى امون رع اللي موجود جوه المعبد. بيجي عندي اوزوريس بيجي كمان يتلقى القرابين، بيجي الهه تانية، بيجي تقدمه السنابل امام حورس، حاملات الاقاليم ورموز اقاليم مصر، السبا موجود عندي بحده رمز اقليم بحده ظهر قدامي يمكن في صوره، ظهر اقليم ايرق اللي هي دندره، وبقيه الاقاليم الكامل المصريه، ويمكن جزء من النص ده المهشم اللي كان موجود عليه السفخ وحات، سفخ يعني سبعه وحات اللي هي واحه، وكلمه واحه قلنا انها كلمه مصريه معناها الغلايه الكتل اللي احنا بنعمل فيه الشاي او الماء بتاعتنا، وهم كانوا سبعه زي ما حددنا وليسوا خمسه، وكان النص بتاعهم من عصر بطليموس ال11. رموز الاقاليم هنا حمله او الاقاليم حمله كلها الاواني والقرابين المختلفه والخيرات اللي بتطلع من كل اقليم. بلاقي اقاليم سخت حمات او اللي هو غيط الملح اللي هو منطقه وادي النطرون احد الواحات اللي بتظهر او احد الاقاليم. الاعمده في المركبة أو الأعمدة بأشكالها المختلفة في إسنا اللي هنتكلم عليه إن شاء الله وفي إدفه بيمثلوا بالنسبة لي النموذج الرائع والجميل لدراسة الأعمدة.
لانها بتعد احد اروع الاعمدة. علشان كده حتى على ظهر عملة الخمسين جنيه بتاعتنا شكل العمود المركب الموجود عندي. الخرطوش الفاضي هنا موجود عندي، خرطوش الفاضي على عمود، والمنظر اللي جنبه لابد ان يكون بيمثل هنا الملك بقوة المعبود شو. الملك هنا بيطعن فرس او بيطعن الاعداء بتوعه اللي هم اتباع ست. كل المناظر اللي فيها عملية الطعن اللي هنشوفها كلها في اسطورة الشمس المجنحة وانتصار حورس على ست بتمثل عندي عملية الانتصار الكامل اللي الملك بيعلن فيها انه يستحق ان يكون حورس المنتقم لابيه. تقدمت انواع كاملة من القرابين والبخور، جزء من الخدمة اليومية اللي بتتم في الفناء المفتوح. طب ليه بطلع المناظر دي في الخارج؟ المناظر دي في الخارج لانه بيعتقد حسب المصادر انه مش من حق اي شخص انه يدخل لداخل المعبد، دوره بينتهي عند الفناء المفتوح. من هنا بيكون الدور اللي بينتهي عند الفناء المفتوح بيتطلب ان انا اعمل له مجموعة من المناظر والتقدمات والقرابين والخدمة اليومية اللي تناسب الافراد. بعد مرحلة الدخول للأسخة عيت اللي هي الصلاة الكبيرة خلاص دوري بينتهي، وبيبقى مش من حق ان انا اشوف المناظر، بتبقى خاصة بالكهنة. علشان كده بقى انا كمان خدت جزء من الخير اللي داخل الى المعبد. المناظر زي ما حضراتكم شايفين كلها الملك في كل تمثيلاته بتيجان مزدوجة، اتجان مختلفة في كل مرة، التاج بيختلف بالمناسبة، لن يتماثل التاج في حالتين ورا بعض. خلصنا الفناء المفتوح، ابدأ معاكم الفيديو الجاي ان شاء الله من الأسخة عيد صالة الأعمدة الكبرى والعناصر الداخلية للمعبد. اشوفكم على خير ان شاء الله تعالى.